السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير دواركا. How are you? For who this one? بسم الله. يلا. السلام عليكم. لو دريت ما سألتك. صباح النور. تعال يا أنت. How are you? I'm fine. Fine بعد. شو أخبار؟ الحمد لله. كل زين زين؟ ما في أخبار مني منا. الحمد لله. ها؟ يلا 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 صباح خير. يلا صباح خير. يلا صباح خير. يلا جود مورنينج. صباح جود مورنينج. ايه هذا ابوي يوم غدايه هنا حواسيم. البارحه كان ساردين واليوم حواسيم على ما تشوف البحر ماخذينها من الجمعيه. شوف الله يعينكم مره فريش طازه. ها حفيظ حكه هذا بسكينه. اوكي حكه بسكين زين. هاك اللي يظهر اليلد هذا. بصور لكم البارحة شو كان. كان عبارة عن ساردين مشتت شي بحديد بحديد بصلوب ولقطت في فيدي وسويت شرات وتغديته منه البارحة. كان لذيذ. يوم سرت الكبرة هذا لقطت حواسي وأصغر وريحة خنين وعيبني وخدت منهن كيلو ويل. كان اللي صفينا عليه أعطاني نص كيلو عقب التنظيف. وإن شاء الله اللي اليوم بنسوي على الغداء وأصور لكم حتى أثناء الشوي كيف بيكون. شكرا حبيب. عفوا. Thank you. الحواسيم والعومة والمنشوسة والساردين وكل فئاته هذا ينخدم. الله يحفظكم. قال له أحسن ألذ يعني. لكن أنا تعلم طريقة المشواي وايد عيبتني. طريقة المشواي يوم تشوي العومة المقلة. المقلة وايد لذيذ العومة. وهالجميرة يوم يسوونها مرقة يعني صابة وهدى. يعني بالأخص بيت الشعافرة يسوون مرقة عومة ما صارت ولا استوت. طيب خلف عليهم جميرة لرقات العومة. يقولوا حتى النيسر يخدمون مرقة. حتى النيسر يخدمون مرقة. وحاولت هاك السنين في العين سويت شرات ما يازت لي. مهر انت وين؟ شو تسوي؟ شو طاح؟ اي واحد؟ اي واحد يا سرامني ترى بلي اقول سمعت الرعبي ما شاء الله تبارك الرحمن. ها هذا شويتين هذا هي بعد لازم قصصها لي تحت. قصصها هالي تحت قصصها. هذا في لمبو. في لمبو لا قميضه في لمبو لا قصها. لا لا هي ما عليه من يخلص الموسم قطعه من تحت خلها تصير فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل تشوف سنطرة تراها ما هي زين زين. جزاك الله خير. هذا شو برتقاله؟ لا هاي سنطرة. حد يسمي أفندي. حد يوسف أفندي. حد يسمي نيمو. نيمو عاد هاك الصغار اللي كبر اللومي الخضر. أبا شال وايد ف راح تركونها من الطرف هذا فلذلك شلهن سوالهن شيء يصلبها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله يصدر اسمه يجي كبير سنطرة كبرات سنطرة حليلهن. ما شاء الله داخلت الزراعة هذه في الثاني هذه في الثاني. هذا اللي أنا ترياه يعني من تداخل الزراعة. هذه في هذه يعني تستقتل. ترى اللومي والهمبة يحب القتل يعني يتداخل بعض ما بعض ما يضره. هذه منها ضل على خدته. شو ما شاء الله الهمبة بعد
توها بادي تبشر. لك الحمد خير فضيء السنة عند العرب كلها الهنابي الهنبة مغني ياليل عند العرب كلها تحيدون هاي البربل بنفسجية هاتيها شو ما شاء الله عليها الله ما لك الحمد خي من زمان ما جيت الزراعة ترى على فكرة هذا الحين موسم زراعة الفيفاي موسم زراعة الفيفاي هذا موسم زراعته الحين اللي عنده بذر الحين يبذر الفيفاي الحين وينحط ابوي في جرين هاوس لين يظهر السهيل الحين بيظهر يعني باقي له 3 أسابيع يعني سهيل في الارض هذا في السماء من ينزل الارض تبرد الدنيا يعني في على اخر شهر عشرة ينزلونه في الارض ينزرع خاري مثل هذا ها ينزرع تغذي الوحده تقريبا ذراعين ونص او ذراعين متغذي ذراعين نزلوها في الارض ما شاء الله الامور طيبه كل شيء زين من حسن الى احسن شوف شيء بلي عناي ما يستوي بلي عناي مره ما يستوي اي شيء ولد بنت زراعه حلال دبش بلي انك انت ما تركز على حلالك وتطالعه مستحيل شوف ما شاء الله في فايه هاي لو هاي نحن مخرين في الموسم شهرين لو ما لو لو ما لو لو نحن حاطين على الموسم زارعينه كان الحين بتلقط ثمرته تنكل منها اصلا ثمرته تعرفون متى ينكل فيفاي ينكل فيفاي الله يحفظكم ويا الانغال من تبشر الانغاله كلت من الفيفاي هي ثمر صيفي هاي نحن وايد كنا متأخرين وايد في زراعته تأخرنا شهرين فلذلك بناكل إذا الله جعلنا من الحيين عقبها بشهرين شو ما شاء الله في فاي هاي عن الأرض ذراع هي مفروض من الأرض يتالى في فاي لين فوق وانت ساير هذا اللي تشوفون فراغ هذا معناته شهرين نحن مخرين الحمد لله ان ثمر لك المفروض ان النكل ان النكل متى قبل شهرين او شهرين ونص اول ما بشرت الغاله شو النوع هذا من الهنبه يقيض الله يحفظكم نتحراه بيقيض شهر 11 هذا لا طلع أظني هذا ذاهب حينه بال 10 أيام إن شاء الله من تايلند بيكون غايته إن شاء الله بنطعمه فأقول لكم ما شيء ما يبع باله كل شيء في الدنيا لا بد أنك تعبل منه كانت بناتج وشيء انت زين طيب لازم انك تعبل منه يا الله صلاح متواكل داخل يترى ييتي حينه شو ما شاء الله في فاي هذه شو ما شاء الله ها وهي سايرة تبارك الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله تبارك الله ها الخشكارة وهذا بارك الله فيكم قصري عليه شوي خلي ستوب سوي له هذه السكري وهاي الخشكاره وهاي الهنب هاي مقولك زارع خشكاره بوازي وادي خساره وما بشياره اللي خرفه ما بشياره الحين صلاح ياسر ناقبني اني ما رب مستلين حينه وهذا شو اسمه اقول لك اندوت شو اسمه هذا صقعي غير نمون والله يبسرت تحرونها ناريل وهاي رضبت
سبحانك يا رب اللهم لك. السلام عليكم. Good morning. تمام. Good morning my brother. How are you? معلم. شو تسوي؟ تريحت له بعد؟ لا خلاص. ها محسن باشا. صباح النور. شو تاكل؟ فول وجبنة. فول وإيه؟ جبنة رومي. جبنة إيه؟ رومي. رومي؟ رومي. رومي. إيه؟ بقول لك أنت شباب بعيد. صلاح قول له رومي. رومي. أقول لك رومي. كيف هذا حسن ريوب محسن وهذا ريوب ها محسن حد لكم انتوا ها واحد لك واحد حد صلاح ها صلاح هذا اول امبارح يلا اسبوعك محي ساعت انت غير نمونه ها دوت زين نمبر 1 هذا كريب من سبنس جايبين طعمه محسن اكله بس انزين دريوبي الناس تصبح ابوي لشباب ومحلة وخيرات الله وانا اصبح ابوكم على هالنفيره اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد صراحه صراحه تعال تعيلس ما خصك يا يعني عند الخيايط ما الحريم انت شو تباهم تعال متعني ما حرمة أنت حرمة؟ صراحة تودي ويانا تايلاند بانكوك؟ ليش؟ حليلة بنخلي محسن بنشل هو هذا مشكلة هذا وايد تكلم؟ شرب كوبا اسمع الشاي الاخضر وسار لين هناك ليش قول حق محسن هو بيشل عنك نسيت يلا صلاح وين جدودس خلي المرسيدس يودينا يا ناس سياره لا المطار لا حبيبي ما نبي عندهم سياره نبي نثير على دوبنا بنسيب من وقت قبل تطير طيارة بثلاث ساعات تمشى في المطار نشوف أبوي اللونش مال طيران الاتحاد نشوف خدماتهم نشوف شو يديدهم طيران الاتحاد حبيبي كل يوم عندهم شيء جديد شوف إن شاء الله على كيف بليز ما شيء مشكلة بليز تكلم فرنسي أنت ولا إنجليزي تكلم فرنسي ولا إنجليزي لا بتكلم إنجليزي قول له كلمة واحدة أي كلمة إنجليزي قول congratulations انجليزي منو هذا اللي صارك يا الحرامي اخ عليك الحرامي ها بالصيني ها تايلاند زي صلاح اليوم الطياره تطير 9 في الليل مش كذا ذاهب سامانك النوبة وزيت ولحيك بتبقى تحسه حين زين وصبغ شيء صبغ على حي لا لا تبي تصير وياي لا والله تيجي معايا احتاج لك حسين صلاح تحسن على حسابك بنقول يقول زحمة يا سمع علي ها يا سمع علي عجوز ابو عجوز هي ريال عيوز سلم علي شو اسمه ربيع خالد عيوز ربيع خالد أربعتين أبوي كلهم شباب شو صلاح أنت ما أنت شو بلاني ربيع أنت بسير حي الحلاق على أخذ أبو ظبي أبوي إيه أنت وين بتحلق بتودي وياك تودي وياك ولا زين صح تاخذني معك وي معك والله العظيم في طبيعه خايسه في طبيعه خايسه هلا الحين انت شليت كلينكس هل انت محتاج له بلاس كذاب ود عليك ما كذبك
مني سلطة على الكلينكس ساير قاب صراحة ضربه ضرب الحرامي من حبيبه من حبيبه يقول لك شوف شوف هناك قصد أهو أنا بقول له يعني حوايد وقت يعني ما فيك شيء ليش تكذب الكذب اللي فيك موضوعنا صلاح كذاب أنا كذوب رقم واحد من حبيبه انت ايوه كذا يقول لك يوم بيصير هناك بانكوك انت بتدز بالسيكل سيكل؟ هي ايه ببعيه هاي هذا الكرسي الويل تشير اي انا العزو انا العزو انا يا حب من حبيبه حكم هو هناك لوتي هذا لوتي تخبرني انا انا والله يا ابوك اكثر واحد يدري بني لوتي انا بغيت لوت علي الصراحه اول يوم شفته خلاف جديده شو خلاف اخوي ركبوا له ضرا وسيدات يلا ما حتى ما عرف يا فضل والله صحيح ندري يا ابوك انه صحيح فضحك يا خلاف فضحك فضحك هذا يقول لك كل حاجه يلا عشان نروح الحلاق انا وانت صلاح ما كنت سار وسافر اللي يعزر على ام محمد هي تصير تتنقل ثيابه وتحط له سامانه واغراض صلاح انت ليش تبها هي تصير تحط سامانك ليش تبها لازم هي يعني ليش انت ما عندك اسد ما يعرف يرتب لا 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 تودون بنياس؟ لا عارف لا بديت ولا الحين بدي سوسان خايف بديت بديت يا بديت لا ودوا حي وتساري ليش تودون العصر الحين ودوا؟ عشان أنت واضح الصوت أنا اسمع الحين يلا يلا سوي يا خمسة محسن وصل من السياج لازم يا كوباتي ودفع وحده يلا مع السلامة واليوم السبت كم التاريخ؟ ثلاثة كنا ولو أربعة ظني. يبنى أبوي اليوم غدانا عومة مقلايها. شو ما زينها. عومة هاي أقول لك عومة ما أكل ومدمو ما مقلاية مشواية لكن هذا اللي تشوفونه هذا الدهنة في التاوة غدت تحرها مقلاية ما زينها. شيء لا صار ولا استوى وخدت حواسيم حق بكرة. بنسوي نفس الطريقة لكن حاسوم بدال عومة. والسلطة الله يحفظكم اليوم سلطة شبت وكسبرة بقدونس لكن 90% منها شبت شيء لا صار وشوف أنا رقم واحد ها شوف سويناه ساردين وبكرة بنسوي الطريقة الثانية لكن على الحاسوم اليوم لقطنا ساردين يوم صرت كارفور لقط حاسوم ها. بطر شمنا حق خالك مرزوق خارك هلال طالع شوفه فنان والله يا محمد بكره ها ان شاء الله شوف هذا حق بكره شوف ما صبر مصارونهم واسين طاز التوهن بكره بنسوي نفس الطريقه لكن على حاسوم من رفرش تو ميول تونا يا ابن
الحين عاد الحين سايرين الله يحفظكم الحلاق صلاح سارب هناك سمونه الفلاح حلق لحيته وانا ابوي بسير عند حلاقي بتحلق بعد انت محسن بعد واخلاق ابوي بنسير عند مال الراس بنصبغ وحلاقه شوف امور وايدة اليوم هذا كله ابوي احتفاء بيوم السفر اللي هو اليوم بيكون اللي توني قبل ما اظهر حطيت لكم اياهن الفيديوهات ها مال البارحه غداي البارحي يعني فيديو من واحد من ربع الله يسحبه يشون عومه على هالكبير طرشت الطباخ الدريول ولا لقط ساردين المهم ياب ساردين شويناها البارحه رقم واحد شويه صار على القرفه عرض رايبتين فنان والله انزي طعمها محومض هي تشيخ بالشو يوم تسويها مقلة العومة مقلة ومرقة يوم تسويها مرقة بحارية غير رقم واحد منور يا محسن منور زيك ايه القو اللي قند ده تحفة كذاب من يابك كمك ليش تكذب ليش تكذب وليش يا قبل ثلث ساعة قلت مجانا يعني ما رح سوق الذهب لا ليش أحسن والمطلوب اني اصدق ما تصدقش تصلي كيف يعني تصلي وهذا صور بني ادمين على هذا حسب الصدقون ندوك تعال تعال ها ما كانت لي بالي ولا من لا سوا من عبين خذها حلاوة كمان فيكس ما بفيكس هذا حلاوة اعطوني المحل اللي صرت لهم اعطوني الحلاوة هذا يلا ونبتي خلصنا ابوي من صبغ الراس صبغناه وعدلناه وسمكرناه الحين باجي عادي لاطل لحية لاطل لحية اللحية وبالها يا لاط وشغلة طويلة عريضة الله مغني عنها الله فكني ابوكم بهالرموت لو ما بهالرموت يمي علم خالفات الحين قايلين لابوي يا ويلك ان صورت وانت قابض التليفون ممنوع منعا باتا قطع صيبك ونصيبك من الدنيا تعرض حياتك وحياة الاخرين للخطر قلنا لهم سمعا وطاعة قالكم طيب برد عاد خراب بنشوف اي يوم من ايام الله بنخبركم شو كان الموضوع وكيف زخوني وكيف قالوا لي تعال كيف فتنوا علي ويوم انت تسوق وانت قابض التليفون ولا لا قلنا لهم حاضرين حاضرين في الامر والشوفه في الامر والطاعه مره ما تصير خطركم الا طيبه قالوا برايك اليوع ليه في الدنيا كله في ميت من اليوع تاخرنا وايد عند الحلاليج اللي طويها عم حسني ويهينا محسن 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 وحسني كله واحد يعني هذا خيار عن هذا خوصا بخوصا رقعت السم خصا طيب أقولكم وليه خلصنا وعير من الله خير الحين رادي ما باليد حيلة صلاح في البيت من الساعة 3 يبي يسيل المطار أبوي ما رمت ما أصور ما رمت ما رمت بالرغم ان اليوم يوم لا اليوم يوم السبت يوم لا لكن باكر ان شاء الله يوم لا احب النزله هذا بارك الله فيكم يا ايم وين من العين من عند سعود من فاضل بالرحمه الشامسي انتاج وين اللي يقولون اللوز ماي شيخ في العين هذا ابوي انتاج زاخر هاي اللي تشوفونه انتاج زاخر هذا اللي تشوفونه كله انتاج زاخر لا رنقين بعد لوز ابيض لوز حمر وهذا ابوي عمار العين عمار 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 يا دار الطيبين هذا حين توا واصل مشكور يا ابو راشد مشكور يا ابو راشد ايه عمرك عمرك عيب طب متفلق 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 وغادي ماشي شراته من زينه مشكور يا ابن فاضل مشكور 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 يا ابو راشد ايه علني واذوق حزنك يالك هذا اللي خبرناكم عنه البارحة رمسنا عنه اللي في الحاسوب هذا ثوم تركم
فلفل احمر، فلفل اسود، وبزار مخلوط شوي هنا، ريحه زيت زيتون، ريحه الويميه، هذا كله. ها تصور انت، ها عيل زهر، ها تصور هنا، ها شيء طبيعي ترى مملوح بعد لحت منه فيه مرة ما يبالي أي إقبالة. يلا تعال يلا ياي مش هاي طريقة. بارك الله فيكم طريقة الحاشوم المشوار، بقيت عادة حاشوم عومة منسوسة اللي هي ياهي ساردين على هواء ليلة أبي حمر. وريحة حرامي ما تقول سمك، ما تقول سمك، هذي ها مطارد المطرقة المطرقة، لا عظم لا همك الله، لأن العظم اللي داخل عظم الحاتوم ينكل نعيم، نعيم رقم واحد، ما يبالي لا سوى. أظهر لي هذا أيضا يروحه، أظهر عليه ولا أظهر هذا، هذا أول واحد طلع. أيوة يا الله يا الله ما قرأت خلص أظهر. والمخيط المحرك قبل متفتت ظهره، هذا ناضي خلاص، نخليته حرقته مزه يروح يغلي كريسبي معان، لكن المز روحه ماله مز الحاتوم يروح. هذه بارك الله فيكم طريقة الحاتوم المشوار، بقيت عادة حاشوم عومة منسوسة اللي هي ياهي ساردين على هواء ليلة أبي حمر. وريحة حرامي ما تقول سمك، ما تقول سمك، أبي ها مطارد المطرقة المطرقة، لا عظم لا همك الله، لأن العظم اللي داخل عظم الحاتوم ينكل نعيم، نعيم رقم واحد، ما يبالي لا سوى. أظهر لي هذا أيضا يروحه، أظهر عليه ولا أظهر هذا، هذا أول واحد طلع. أيوة يا الله يا الله ما قرأت خلص أظهر. والمخيط المحرك قبل متفتت ظهره، هذا ناضي خلاص، نخليته حرقته مزه يروح يغلي كريسبي معان، لكن المز روحه ماله مز الحاتوم يروح. هذا المنظر النهائي للحاسوم من بعد الشوي، الحاسوم بعد الشوي ها يظهر مطارد على ما تشوفون، لا يباله لا صدع ولا ديانة، يلا ما يباله بعد عيش أبو عيش ها ما يتم شيء منه.
ما يباله لا صدع ولا ديانة. ها. بسكوت. هاي جيلز. حكي لها مركزات. Why are you angry? Why you are not smiling? Like this smiling? خس الله تاكل smiling. ايوه يلا الحين قاعد تعاد ترتيب ساماني يعني عشان انا كل شيء ساماني ذاهب بس عباس على دباس ويحطون بس ما له يلا ثانك يو جيلز الله مين ده كابتن محسن الله الله واقف واقف اشوف كذا كابتن بجد اشوف دور دور شوي روح 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 لحد هناك وتعال ايوه تعال وليه لما تفتر يعني كأنك ضبع ما تفتر ب ب ب ب عادي يعني يلا مش عارف انا كمال اجسام ايوه ان شاء الله امر امر يا مرحبا يا مرحبا ابو احمد دنده دنده وين اسد دنده تعال اسد دنده وين الدنده تعال عليكم دنده وين داخل سياره اثنين ولا واحد اثنين واحد صغير انا انزين يلا شو دنده شو يجي مع تاكسي ولا اروح سياره لا سياره مالنا بتسير الحين جاي بصورك سك الجامع سك الجامع النحيس يا الله منحسك والروان مكثره يو هذا مال بانكوك انت انت مال بانكوك ها حبيبي انت الله يحيي هذا شو هي هذا يلا الحين بيد هناك بنوصل المطار بنصلي يلا قدام بعد افتح لي الباب اسد ليه صلاح انت قدام وانا وراه ها؟ أرباب أنت أرباب أيوه الله شو يقول له؟ شو تقول له؟ يسار ويقول بني و هي يقول لك يسار تعرف عربي ولا ما تعرف؟ إيه صلاح يعرف عربي ولا لا؟ أنا ما أعرف عربي والله مشكلة يا صلاح هذا صلاح شو شغل إنك؟ منو ترمست في التليفون؟ ما شاء الله بابا ممنوع ممنوع لا موبايل حبيبي ممنوع كلام هذا كلام اي والله يقول لك انت الدريو والعبد القادر ممنوع تتكلم احلى شيء تفني له الصلاح هذا هو ابوي متفيزر قدام بعد شيخ انت شيخ ابوي نوخذ انت معزب من المعازيب الكبار صحتين ونص يلا سلام شو اخبارك تمام وين بتروح سيد سيد انا ما نسيت وين مبسوط صلاح كل شيء زين يوم صوت يعني سلوى الكرسي انت لا تجلس لي معي لا اشوف ان شاء الله هذه احدى خدمات طيران الاتحاد الجديده ما حد سبقهم عليها خدمه الواتساب اسمها خدمة الواتساب في طيران الاتحاد أي إنسان أي مغادر ولا مسافر ولا جاي ولا ترانزيت اللي هو ما عليه إلا أنه يتصل برقم الواتساب في حال يبي يعرف رقم البوابة وين يشتري وين شو يستبدل وين بتستبدل عملة المطاعم الفنادق أي خدمات في طيران في مطار أبوظبي الدولي الطيران الاتحادي أملك إياها عبر
الاتصال على رقم الواتساب عبر الواتساب اللي توني حطيته. الخدمة هاي متوفرة، اللي بيسأل على رقم البوابة، تاريخ وقت الرحلة، وقت الجيت رقمها كم، البوابة رقمها كم، ويعني مثلا اللي يبى رقم مطعم ولا يبى يستدل على الشنط وين ينزلن في اي على اي سير، اللونش وين موجود، مال بزنس وين موجود، كل شيء يخصه. مثلا ركب الطياره ونسى شيء في المطار، يروم يتصل على الواتساب وبعد بيقول لي لين داخل الطياره. هاي خدمه ما حد سبق او تقدم طيران الاتحاد عليها. مشكورين يا طيران الاتحاد على هالخدمة المميزة، خدمة الاتصال على الواتساب. الخدمة هاي ما حد سواها في أي شركة من شركات الطيران. هذه من نواتق طيران الاتحاد، يشكرون عليها وبيخدمون فئة كبيرة من الناس اللي سبحان الله اللي ناسي شنطة ولا اللي ناسي شيء ولا يبي يستفسر عن جيت ولا يستفسر عن ممر ولا يستفسر عن الشناط وين بينزل، ما يحتاج يسأل لا زيد ولا عبيد، عندك الواتساب وتدق عليه وفي نفس اللحظة يردون عليك. الحين بحط لكم الفيديو اللي يشرح لكم الطريقة، طريقة وايد سهلة وبسيطة وكل حد يعرفها. شيخ انت شيخ ابوي شيخ كله وين تعرفه؟ هني وين تعرفه؟ قلت له صراحة قلت له شكرا. جزاهم الله خير، مطار ابو ظبي خدمة مميزة رقم واحد لذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة. كل انسان وله عناية يعني منفردة فيه، ما قصروا جزاهم الله كل خير من موظفين جوازات جمارك طيران الاتحاد. شكرا جزيلا صراحة، قول شكرا. Thank you. أفضل. بص على الكاميرا اللي فوق يا محسن، يلا عدي. شكلك مشكوك فيه بتاع المطار. منور يا محسن، منور. صح يوعان؟ حاضرين. يلا حين بنسير. وايد يوعان له شوية؟ إن شاء الله حاضرين. وايد مشكلته صلاح. يوعان. ايه محسن؟ ده مطلق ده ولا مو؟ شكله مش بطلق خالص. مساء الخير ابو محمد، تحياتي لك من بون الألمانية. اليوم جاي على بالنا نسوي لنا طال عمرك عصيدة، هذا الله يستر ما يندربه كيف بتطلع، لكن الله بيسهل ان شاء الله وبتطلع حتى لو طعم عصيدة. المهم انها عصيدة وين؟ في ألمانيا. محافظ على التراث ابو محمد، كل منك انت تراث، ما حد مغرب لنا اللي انت تعرضه لنا. ها هذا غربة من الصبح احنا نحوث عضلات، عضلات يا ابو محمد من كثر ما احوث بالجسم، لكن ان شاء الله انها تضبط دعواتك وبنطرش لك ان شاء الله عقب ما تخلص. الله يستر عاد شو بتطلع، عاد اقول خف علينا يوم بتنتقدنا على الخفيف، يعني لا تحاول تغزل. تحياتي يا ابو محمد. زي صلاح حشيت بتقول يعان التحينة حبي يقولنا لك الحبيبي، يلا عاد سامحونا وإن شاء الله نرمس وياك ما نوصل مطار تايدا إن شاء الله. نطير الطيارة يمكن بعد جلها 20 دقيقة ونرمس وياك إن شاء الله. سمحوا لنا عادة. Including the lavatories, which are fitted with smoke detectors. Tampering with a smoke detector or non-adherence to these directions is a criminal offence. All carry-on items must be secured in the overhead.
راقد ولا واعي؟ ادري راقد لو واعي ما نمت. سامحني حبيبي انا لا نتحرك. انت حراك رقت انت تطالع من النار. اي ما علي حبيبي ما علي ان شاء الله ان شاء الله. ادري كان راقد قبل شوي يدي صح؟ اللي تو راقد هني كان يدي. اي بعد